غزة. إلى الشأن اليمني الآن، فقد قالت مصادر في المعارضة اليمنية إن قياديين معارضين التقوا في صنعاء سفراء بعض الدول الغربية للبحث في ترتيبات تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2014 بخصوص الأوضاع في اليمن. الهدوء الحذر يعود إلى صنعاء بعد أيام من القصف وتبادل إطلاق النيران بين القوات الموالية لرئيس اليمني علي عبد الله صالح وخصومه القبليين والعسكريين. هدوء عكرت صفوه أنباء التفجيرات التي استهدفت قاعدة الديلم الجوية شمال صنعاء وأدت إلى تدمير 3 مقاتلات حربية وإلحاق أضرار بعدد آخر. تسريبات من هنا وهناك تتحدث عن تقدم في المساعي الجارية للتقريب بين مواقف أطراف النزاع، وأخرى تفيد بعودة وشيكة للمبعوث الأممي جمال بن عمر إلى صنعاء لاستئناف مهمته، غير أنه لا مؤشر حتى الآن على عودة قريبة للوسيط الخليجي عبد اللطيف الزياني. أنباء العاصمة اليمنية تحدثت عن لقاء جمع قيادات في المعارضة نهار الاثنين مع بعض السفراء الغربيين المعتمدين لدى صنعاء. جرى خلاله بحث الشق المتعلق بالتزامات المعارضة في قرار مجلس الأمن الدولي 2014 بخصوص معالجة الوضع المتأزم في البلاد. ميدانيا استمرت التظاهرات المناوئة لرئيس اليمني في عديد من المدن. طلب المتظاهرون في الضالع بإسقاط نظام صالح وعائلته ومحاكمتهم على ما وصفه المحتجون بالمذابح الدموية بحق المتظاهرين السلميين وقصف الأحياء السكنية في صنعاء وتعز وقرى منطقة أرحب. أما المحتجون في محافظة البيضاء فطلبوا بوقف الحوار مع نظام صالح وبعزله وإسقاطه. أنور العنسي، BBC. هذه النشرة متواصلة معكم.